الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. وحنا جينا اختارينا مدرسة سيدي محمد عبد الله بالجامعة القروية شلالات اللي غنقدموا فيها واحد العملية، هي عملية ورش بيئي غيشمل نظافة حديقة المدرسة ثم زرع 300 شجرة إضافة إلى صباغة بعض الشبابيك. يزيد أبو صابون رئيس جمعية نهضة الزناتة للتنمية والتضامن بإقليم المحمدية. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للتطوع البيئي. اليوم كنحطوا الرحال بمدرسة سيدي محمد بن عبد الله بالجامعة القروية الشلالات. هذه العملية كننظموها بتنسيق مع أولا بتعاون مع مؤسسة بريد المغرب، ثم بتنسيق كذلك مع وزارة التربية الوطنية بإقليم المحمدية. هذا البرنامج ديال هذه العملية غيشمل أولا غرس مجموعة من أكثر من 350 شجرة اللي غتزرع إن شاء الله في فضاء المدرسة وخذلك هي حديقة المدرسة، إضافة إلى وضع الجداريات وكذلك صباغة النوافذ وأبواب المؤسسة وكذلك نظافة المؤسسة يعني من الأشواك الضارة ومن النفايات. الهدف كذلك من هذا اليوم هو اليوم العالمي للتطوع البيئي، وهو توعية وتحسيس التلاميذ خاصة تلاميذ المؤسسة وآباء وأولياء التلاميذ وكذلك الساكنة المحيطة بالمؤسسة بالحفاظ على البيئة وضوء التطوع خاصة بمحيط المؤسسات وخاصة بالفضاء بتزيين الفضاء المؤسسة. إن شاء الله السنة المقبلة غنحاولوا باش غنضموا كذلك بعض المبادرات أخرى ببعض المؤسسات التعليمية، لأن المؤسسة التعليمية في حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات خاصة في اليوم العالمي للتطوع البيئي. اسم أحمد قاسمي، رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مؤسسة محمد بن عبد الله بشلالات. بمناسبة اليوم العالمي للتطوع البيئي ارتئينا احنا والجمعية ديال نهضة الزناتة مشكورين على هاد البادرة الطيبة اللي جاوا حضروا معنا اليوم واحد التطوع في الخدمة البيئية. كنوجهوا لهم الشكر من هذا المنبر والجميع المقاولات المساهمة في هذا العمل البيئي، بحيث هاد الناس قاموا معنا اليوم بغرس ما يزيد عن 300 شجرة بمناسبة هذا اليوم العالمي للبيئة. من هذا المنبر عاوتاني كنبغي نشكر الأطر التربوية، الأساتذة، المديرين وجميع الجهات المسؤولة من جماعة وقيادة اللي شرفونا بالحضور ديالهم، وكنتمناو الاستمرار وتكون مشاركة إن شاء الله الرحمن الرحيم من جمعيات أخرى ومن خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باش تكون المؤسسة ولا جميع المؤسسات يكونوا في أبهى حلة. وتحية للمنابر الإعلامية والحضور الكرام اللي مثلونا اليوم وشرفونا بالحضور ديالهم. هاي المسلمة عرف لي اليوم جاو عندنا هذه الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، غرسنا الأشجار درنا بزاف الحوايج. هذا الشجرة كتعطينا الأكسجين، وكنتمناو من كاع الجمعيات يجيو يزورونا بهاد الأحياء. بمناسبة هذا اليوم العالمي للتطوع البيئي غرسنا واحد المجموعة من الشتائل والنباتات المزهرة، وصينا نحافظوا على النظافة تاعو من لوتوها. مبادرة جيدة بقا تجيب لنا شتائل اخرين وحنا نحافظوا عليهم ونزرعوهم، ما يبقاوش يوف الازبال ما يديروش التلوث، خاصهم يحافظوا على النظافة تاع النباتات حيت هي مصدر الاكسجين على هذه الارض ومصدر مريح للاعصاب، وكلنا ايد بايد باش نحافظوا على النظافة تاع
مدرسة تاعنا وعلى البيئة. حنا كنشكروا هذه الجمعية حيتاش عندنا باش نغرسوا ونحافظوا على هذا نحافظوا على المدرسة. أنا كنطلب من كاع الأصدقاء باش ما يلوحوش الزبل في المدرسة الزبال في المدرسة، وشكرا لهذه الجمعية حيتاش عندنا.